السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. فيك. شيخ، عندي سؤال. هو أني كنت مع واحد صاحبي، يعني من نحسبه على خير، فكنت ألبس ثوب عليه قط، يعني إيد مستمسكة. فصديقي ده قال لي أنا عاوزك تستمسك يعني بدينك زي القبضة دي. فأنا ثوب عليه إيه؟ عفوا، ثوب عليه ماذا؟ عليه قبضة يد مستمسكة كده، يعني زي حد ماسك حاجة. فقال لي أريدك أن تستمسك بدينك زي هذه القبضة، يعني سمعني حضرتك؟ يعني لابس ثوب عليه واحد مستمسك بدينه؟ لا، عليه قبضة، يعني مرسومة قبضة يد كده. ايوه، فقال يعني كده الثوب مرسوم عليه كده، فقال لك انا اريدك تستمسك بدينك كالقبضة هذه. ايوه نعم، لا في مشكلة ان شاء الله. ايوه ما لسه حضرتك. وبعدين انا رجعت البيت، فقلت يعني ممكن هو يكون جات له افكار ان هو يكون اشاف رؤية، يعني مثلا. لا لا لا، بلاش وسوسة، بلاش وسوسة. تمام، انا اتصلت بيه قلت عشان اطمن، خلاص يعني يا أخي، اللهم صل على محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذنك بس معلش يا شيخ، اوكم سؤالي لان في حرج كبير والله يعلمه الله. ايه تفضل. طيب ايه السؤال؟ فانا يعني انا اتصلت وسالته هل رايت علي رؤيا سيئه؟ فقال لا لي يا لا. اخي، انت مريض، ما انا اجبتك، انت أغلق، انا اغلقت، انا عمدي في وجهك. واحد قال لك يا اخي تمسك بدينك كهذه القبضة التي على الصورة، ما في أي مشكلة، أنت رجل مريض. المشكلة دي مش هو ده السؤال، معلش يا شيخ. إيه؟ فقط أنا فقط لما قلت مخافتي لما اتصلت بيه وسألته إذا كان شاف رؤية يعني سيئة، فهل مخافتي هذه تعتبر من مخافة السر والشرك والعياذ بالله؟ لا 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 لا، أنت راجل مريض والله، والله أنت مريض. أنا أقول لك على كلامك والله مريض يا أخي، ولا عليك أي شيء، اطمئن. ليست